طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر المسار التكنولوجي مادة علوم الحاسب، نرحب بكم في درس جديد من دروس الوحدة الثانية تقنيات البرمجة، ودرس اليوم بعنوان ملفات البيانات الجزء الخامس. تعرفنا في دروس سابقة على الموضوع التفكير المنطقي للبرمجة بلغة بايثون، على المتغيرات والأوامر البرمجية، الجمل الشرطية، التكرارات، التحقق من الأخطاء، الرسم باستخدام البرمجة، الأحداث والدوال والمعاملات، إنترنت الأشياء وبرمجة الريسبيري باي، هياكل البيانات. وبدأنا في وحدة جديدة وهي وحدة تقنيات البرمجة. في الوحدة تقنيات البرمجة بدأنا في درس ملفات البيانات، الملفات النصية، دالة فتح الملف، دالة إغلاق الملف، الإلحاق إلى ملف. والآن سنستكمل شرح هذا الدرس. أهداف الدرس: الهدف الأول كتابة مقطع برمجي لقراءة سطر واحد من ملف باستخدام دالة ريدلاين. الهدف الثاني كتابة مقطع برمجي لقراءة جميع الأسطر بملف نصي. نبدأ بالهدف الأول وهو كتابة مقطع برمجي لقراءة سطر واحد من ملف باستخدام دالة ريدلاين. تذكر عزيزي الطالب أن دالة ريد تستخدم لقراءة جميع محتويات الملف، بينما دالة ريدلاين تستخدم لقراءة سطر واحد من الملف. مثال رقم 5 بالكتاب المدرسي صفحة 85، أنشئ الملف النصي grade.txt وقم بكتابة النص التالي داخله، ثم احفظه بالمسار التالي C Python G11 CS. في البداية نقوم بإنشاء ملف نصي باسم vs.txt يحتوي على البيانات العدية التالية. بعد ذلك نقوم بكتابة مقطع برمجي باستخدام لغة بايثون لقراءة محتويات الملف. كما نشاهد عزيزي الطالب هذا هو المقطع البرمجي، وكما نعلم فإن دالة GradesLine تقوم بقراءة سطر واحد من الملف. بعد نهاية كتابة المقطع البرمجي نقوم بتنفيذ الملف، ونلاحظ ناتج تنفيذ المقطع البرمجي يتم طباعة 85 أي الصف الأول من الملف، ثم 90 أي الصف الثاني من الملف، حيث أن دالة readline تقوم بقراءة سطر في كل مرة، دالتان تقوم بقراءة السطر الأول ثم السطر الثاني. الآن نقوم بتطبيق المطلوب على جهاز الحاسوب. في البداية نقوم بإنشاء مجلد باسم G11CS داخل المسار وهو C Python. بعد ذلك نقوم بالدخول إلى هذا المجلد، ثم نقوم بإنشاء ملف نصي باسم grades يحتوي على القيمة العادية المطلوبة. نقوم بتشغيل النوت باد، ثم كتابة القيم العددية المطلوبة في المثال رقم 5. أول قيمة هي 85، القيمة الثانية 90، القيمة الثالثة 93، ثم 87، بعد ذلك 98. ونقوم بالضغط على File Save As، ثم نختار المجلد، ونقوم بكتابة File Name اسم الملف Grades، ثم نضغط على Save لحفظ الملف، ونلاحظ أن الملف موجود في المسار المطلوب C Python G11CS باسم GradeText. الآن نشغل برنامج البايثون، ونقوم بكتابة المقطع البرمجي اللازم لقراءة سطر واحد من الملف، دالة open لقيام بفتح هذا الملف، ولا ننسى عزيزي الطالب وضع المسار المطلوب، يتم نسخ المسار من الجهاز ووضعه في ملف بايثون، وإضافة
اسم الملف grade.txt، بعد ذلك نحدد العملية R، عملية read، ثم نقوم بطباعة print، والدالة هي read line لقراءة سطر واحد من الملف، ونقوم بتكرار الدالة كما هو مطلوب في السؤال. بعد ذلك نقوم بإغلاق الملف باستخدام دالة close، وفي النهاية نقوم بتنفيذ المقطع البرمجي. نحفظ المقطع البرمجي بنفس المجلد، ونلاحظ عدد الطالب ناتج تنفيذ المقطع البرمجي 85 و90. ننتقل إلى الهدف الثاني، كتابة مقطع برمجي لقراءة جميع الأسطر بملف نصي. نتابع مثال 5 بالكتابة المدرسة صفحة 85. استخدم المقطع البرمجي التالي لطباعة جميع أسطر الملف. كما نشاهد الطالب، فهذا هو المقطع البرمجي المطلوب. في البداية نقوم بفتح الملف grade.txt للقراءة، ثم نقوم بقراءة السطر الأول من هذا الملف وتخزينه في متغير باسم grades. while grade هذه الجملة تستخدم للتكرار، حيث أن هذا الشرط يضمن قراءة محتويات الملف إلى نهايته ويتوقف انتهاء جميع محتويات الملف. ثم بعد ذلك نقوم بطباعة السطر على الشاشة والانتقال إلى السطر التالي، وهكذا إلى نهاية الملف. بعد ذلك نقوم بإغلاق الملف. ناتج تنفيذ المقطع البرمجي هو طباعة جميع أسطر الملف النصي. لنكتب المقطع البرمجي اللازم لذلك، في البداية نقوم بفتح الملف وقراءته من نفس المسار، ثم بعد ذلك نقوم بقراءة السطر الأول من الملف وتخزينه متغير باسم grades. بعد ذلك نقوم باستخدام التكرار لتكرار قراءة جميع أسطر الملف وطباعة السطر على الشاشة، ثم الانتقال إلى السطر التالي. بعد ذلك نقوم بإغلاق الملف بعد الانتهاء من القراءة. نقوم بتنفيذ البرنامج ونلاحظ عدد الطالب، يتم طباعة جميع الأسطر في الملف النصي. والآن ننتقل إلى النشاط رقم 1، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. 1، عندما نقرأ من ملف .txt فإننا نضيف أسطر جديدة، هذه العبارة هي خاطئة حيث أن فقط نقوم بقراءة الملف دون التعديل عليه. 2، يمكننا فتح الملف النصي فقط إذا ما كان بنفس المجلد الموجود به ملف بايثون، وهذه العبارة عبارة خاطئة حيث أنه يمكن أن نقوم بإضافة المسار. رقم 3، يمكننا قراءة الملف سطر بعد سطر، وهذه العبارة عبارة صحيحة باستخدام دالة readline. 4، دالة readline ترجع سطر واحد من الملف، وهذه العبارة عبارة صحيحة. علمنا عزيزي الطالب في هذا الدرس كتابة مقطع برمجي لقراءة سطر واحد بملف نصي باستخدام دالة readline، كتابة مقطع برمجي لقراءة جميع الأسطر بملف نصي. ونكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.